في ظل جهودها المستمرة في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم قضايا البيئة والحفاظ على مواردها، تؤكد الإمارات دائماً على أولوية هذا الملف واعتباره ملفاً استراتيجياً لرؤيتها المستقبلية. ولأن المحيطات تولد أكثر من نصف كمية الأكسجين اللازم لتنفس البشر وتمثل مصدراً حيوياً للبروتينات والمواد الغذائية لمليارات الأشخاص يومياً، تحظى قضية مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي بأولوية راسخة في دولة الإمارات باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل البشرية. وتركز الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة المحيطات لترسيخ منظومة الاقتصاد الأزرق واستدامة الموارد البحرية. أصبح مفهوم الاقتصاد الأزرق بمثابة فكرة أساسية وجزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في الجوانب والمجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الجزرية النامية والدول الساحلية مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية. وتولي المنظمات والهيئات الأممية اهتماماً كبيراً بملف دعم وتنمية الاقتصاد الأزرق، وهو ما برز خلال مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب السابق، وينسحب بكل تأكيد على أجندة كوب 28 الذي تستضيفه الدولة في فترة من 30 من نوفمبر القادم وحتى 12 من ديسمبر القادم في مدينة إكسبو دبي. وبالإضافة إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق محلياً، قدمت الدولة الدعم للدول الجزرية والساحلية من خلال نشر الحلول الطاقة المتجددة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما تعتبر البيئة البحرية إحدى الموارد الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما حفز باتجاه تكثيف الجهود الوطنية بشأن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.